Everybody sees it's you. I'm the one that lost the view. Everybody says we're through. I hope you haven't said it too. So where do we go from here with all this fear in our eyes? And where can love take us now? Anyway. هي لا مش بدلو كنت سيرتو لي هيك عبد العزيز السيد كشف انه هشام السنوسي عضو الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي والبصري هو اللي قال له بالحرف الواحد اللي سياسي بارز من الائتلاف الحاكم هو اللي يقف وراء قرار ايقاف الزوز برامج. عاد كان هي مستقله وتاخذ في املاءات وتمارس عليها ضغوطات من السياسيين ومن الحكومه بلاش بها خير هالهيئه هذه. يلزم توضيح الموضوع للشعب التونسي ويلزم الهيكل كيما توقف برامج اللي تقلق السياسيين تتلاقي شويه زاده بالقنوات التلفزيونيه والقنوات الاذاعيه خاصه اللي قاعده تبث بطريقه غير قانونيه الى حد اليوم. الكلمه اللي باش يحاول مش يفسرها لنا وباش يعطينا الاصل نتاعها الكلمه هذه منين هي حاجه من الحاجات اللي كنا نستعملوها واحنا صغار طلاسه في المدرسه. انت تعرف انت خاطر بكري قلت قلم انا تعرف اه لا مش قلم في المدرسه في المدرسه طلاسه طلاسه حاجه كي طلاسه تبشي 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 التبليد تروح كل معناها تمشي زرقاء ولا تمشي روز تروح بيضاء بجرة التبشير ولا بالتبشير اني يعني نحب التبشير الملون نحبه ديما نلم فيه انا مش نقول حاجه مش تظهر بيزار توا معلش شكون كيفي ايه. وكيما برشا اطفال ايه. كلاب تبشير اني لا اني ما طلعت مانيش بيزار مطعم بنين ناس كيفاش لا ماني كنت نحب التبشير خاطر نقيت به على الصنبور الناس اللي يشوشوا كي تخرج ايوه انت كنت وجماعه شوف هاك الانجاز عاد توا وجدتكم يعني قناه العائله ما لقات مين تصرف فلوسها لا بالحق بالحق اسو بوان عندكم وقت بزيد في حياتكم في بلاصه تنقصونا من وساطه في البلاتوات نتاعكم وتعملوا برامج جديده هكا تشرح النفس تزيدوا تكملوا على مرمتنا بمسلسل تركي ويحكي بدارجه لا 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 قص 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 حميد شنيه مشوي هذا نعدي كل شيء يعني كل شيء نجم نعدي اما حكيت المشوي هذه مش معديتها توا راجل تركي اصل باش يحكي يقوم يحكي على المشوي بالجديه هذه كل انهار يعني ماشي توا ماشي صبر الاراء صبر الاراء شيء ماشي على روحي علاش ماشي مش مقيد اسمي في الليسته نتاع الجماعه اللي باش يسافروا مع سي حسين العباسي وين مشي سيف؟ مش بيك دخلت كترين وبشوي فاهم؟ مضروبة خد اسمي توم مش نقيت اسمي باش يطيح اسمي في القرعة باش يطيح ها؟ باش نبداو بصوص شامبينيون نبداو بصوص شامبينيون صوص شامبينيون بور 5 بيرسون دونك لازمنا رطل شامبينيون 500 غرام شامبينيون اون بواط بصلة صغيرة زوز سنات ذو ثلاثة مغارف نتاع ماكلة فارينة زوز مغارف نتاع ماكلة مارجرين مغرفة متاع ماكلة زيت زيتونة واحدة كريم فريش وشوية ماء نحن ناكلو 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 لازم ننظفو السنين متاعنا بالقدا اه وي باش تخلي السنين متاعنا ديما بيض يلمعو حاجة سهلة برشا مغرفة بيكربونات ومغرفة قرص مغرفة قرص كبيرة والشطر شطر كعبة قرص نعصروها نخلطوهم مع بعضهم بالقدا 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 ونحطوا البروسه دون تاعنا في الخليط هذاك ونبيمو لك شفت سيدي خويا التركي كي يولي يحكي سوري كيفاش يولي مش كي يحكي تونسي ماشي في بالو كان المشوي رانا خطيتنا رومانسيه يا جماعه اخطاونا اخطاونا احنا اكثر حاجه رومانسيه يقولها تونسي التونسيه عزيزتي تعشيت وكان قتل ولاي يقولها احسن نتوفر حتى انت اسمنا دونك بربي يزيونا بلا لغه خشبيه وبلا رومانسيه وكما قال الشاعر اللي مش مستانس بالبخور تتحرق حوايجه